فريق أتلتيكو بلباو الإسباني قاموا بمواساة زميلهم بعد ما شخص بمرض خطير، فانتظروا داخل حجرة الملابس وقاموا بالتصفيق والرقص معه لتشجيعه على تجاوز المرحلة العلاجية والعودة معهم من جديد إلى الميدان. في مباراة بين منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب البرازيل، قام أحد الأطفال باقتحام الملعب والتوجه إلى نيمار، إلا أن الأمن سارعوا لإخراجه، فركض نيمار وأخذ الطفل والتقط الصور معه، وكذلك لاعبي البرازيل قاموا باللعب معه. نادي مان يونايتد قام باستقبال الطفل ساميول المولع بكرة القدم واللي أصيب بمرض أفقد القدرة على الوقوف، فقدموا له حصة تدريبية مع فئة العمرية، ومن ثم قام نجوم مانشستر من بينهم إبراهيموفيتش وبوغبا بأخذ الصور معه وتقديم الهدايا له. زاك راندولف لاعب الـ NBA ولاعب ممفيس غريزلي خلال دوري كرة السلة الأمريكية، قام بإعطاء قميصة لأحد الأطفال ذوي متلازمة داون واللي كان بصحبة والدته.